السلام عليكم يا كريم، ما شاء الله عن البلس سبلاي اوف ذا برين تي اي اي والستروك. اول حاجه السيركل اوف ويكس ده عباره عن ايه؟ ده البلس سبلاي بتاع البرين بيجي ازاي؟ اولا هو موجود فين؟ موجود في السب اراكنويد سبيس، ماشي، موجود في البيز اوف ذا برين، ماشي. طيب ده عباره عن ايه بقى؟ نبص هنا كده، في عندك في حاجه اسمها الانترنال كاروتيد ارتري اللي هو ده الانترنال كاروتيد ارتري، ماشي، وفي عندك حاجه اسمها البازيلر ارتري. في عندك ايه؟ البازيلر ارتري، يبقى ده كده الانترنال كاروتيد، ماشي، وده البازلر. البازلر بتبقى جاي منين؟ جاي من فيرتبرال ارتري. طيب واحده واحده كده، الانترنال كاروتيد، الانترنال كاروتيد بيدي من بيدي عندك اوفثالميك، ده ماليش دعوه بيه، ده بتاع العين ماليش دعوه بيه. طيب بيدي انتيريور سيربرال، بيدي ميدل سيربرال، بيدي انتيريور كرويدال، بيدي بوستيريور كوميونيكيتنج. ثاني كده، انترنال كاروتيد، انترنال كاروتيد بيدي الاوفثالميك، بيدي الميدل سيربرال والانتيريور سيربرال، بيدي الانتيريور كرويدال والبوستيريور كوميونيكيتنج، ماشي. في عندك الانتيريور سيربرال اللي طالع من الكاروتيد والانتيريور سيربرال الناحيه الثانيه، في منهم رانش، في منهم ارتري بنسميه الانتيريور كوميونيكيتنج ارتري، ده اللي بيوصل التو انتيريور سيربرال ارتريز على الناحيه الثانيه، ماشي. طيب كده الجزء اللي فوق خلصان. طيب في عندك حاجه اسمها الفيرتبرال ارتري. الفيرتبرال ارتري بيمشي بحاجه اسمها السباينال فورامينا وبيخش الكرينيال كافيتي، بيخش الكرينيال كافيتي، تمام. التو فيرتبرال ارتري ده جاي من السباينال كورد من تحت وده جاي من تحت، تمام. بيطلعوا هما الاثنين ويتحدوا ويدين حاجه اسمها البازيلر ارتري. ويديني ايه البازيلر ارتري؟ بيمشي على الانتيريور سيرفيس بتاع البون، بتاع البونز، ماشي. طيب بيدي مين؟ عندك الفيرتبرال ارتري، ده الفيرتبرال ارتري هيدي انتيريور انفيريور سيربيلر، وهيدي سوبيريور سيربيلر، ماشي، وهيدي بوستيريور سيربرال ارتري، وهيدي بونتاين برانش، ماشي، وهيدي كمان الميدالري برانش، ماشي. الفيرتبرا اللي هو تحت بيدي انتيريور سباينال وبيدي بوستيريور سباينال، ماشي. طيب يبقى تاني كده الجزء الثاني، احنا عندنا البلس سبلاي بتاع برين بينقسم لحاجتين، الفيرتبرال سيستم والكاروتيد سيستم. الكاروتيد سيستم اللي هو كان ايه؟ انترنال كاروتيد، لسه قايلينه دلوقتي. الفيرتبرال سيستم بيبقى جاي من اتحاد التو فيرتبرال ارتري، بيتحدوا وبيديني البازيلر ارتري، وهو ماشي على البون بيدي بونتاين برانش، ماشي. طيب وبيدي ميدالري برانش، بيطلع فوق بيديني بوستيريور سيريبرال ارتري، البوستيريور سيريبرال ارتري هو ده، ماشي. وعندنا سوبيريور سيريبرال ارتري، وعندي انتيريور انفيريور سيريبرال ارتري، ماشي. وهو تحت بيدي مين؟ الانتيريور سباينال وبيدي بوستيريور سباينال، ماشي. طيب في عندك بقى ايه؟ انا عايز اوصل السيركل اوفيلز كلها، عايز اعمل السيركل. احنا وصلنا السيركل فوق عن طريق الانتيريور كوميونيكيتنج، بيوصل ما بين التو سيريبرال، ما بين التو انتيريور سيريبرال، ماشي. طيب في هنا بقى ايه؟ كان في هنا انترنال كاروتيد، صح؟ بيديني بوستيريور كوميونيكيتنج، البوستيريور كوميونيكيتنج ده هيوصل الانترنال كاروتيد بالبوستيريور سيربرال بتاع الفيرتبرال، يبقى انا كده عملت السيركل اهي دي، السيركل اوف بوليس، ماشي؟ طب نقرا كده الكلام، قال لك السيركل اوف بوليس هي اليونيون بتاع الانتيريور سيربرال، اتحاد قدام بيتحد التو انتيريور سيربرال عن طريق الانتيريور كوميونيكيتنج، وورا بيتحد البوستيريور سيربرال مع الانترنال كاروتيد عن طريق البوستيريور كوميونيكيتنج، تمام. يبقى قدام انتيريور كوميونيكيتنج وورا بوستيريور كوميونيكيتنج، ماشي. طيب الريليشن قال لك قدام هلاقي فاكتور تراكت واوبتيكازما، في النص كبرنا ساينس واوبتيكازما، ورا هلاقي فين؟ هلاقي ميدبرين وهلاقي اوكيلوموتور. لو بصينا كده قدام هلاقي فيه اولفاكتور تراك، هلاقي فيه اولفاكتور تراك والفاكتور بلب، ماشي. وفي هنا الاوبتيك نيرف بيتحدي يديني اوبتيك كايزما، تمام، اللي بتديني بعد كده اوبتيك ايه؟ تراك، تمام، ماشي. ففي هنا اوبتيك كازما ومكمله معايا كمان. يبقى اذا لو عملت انتيريور ريليشن للحاجات اللي قدام السيركل بيس، هلاقي الفاكتور تراكت وهلاقي اوبتيك كازما، ماشي. ورا هلاقي الميد برين، هلاقي الميد برين اللي هو جزء من برين ستيم، وهلاقي مين؟ وهلاقي الاوكيلوموتور اللي هو الكرينر رقم ثلاثه بيطلع من الميد برين، تمام. في النص هلاقي الكافيرنس ساينس، هنا كده هلاقي الكافيرنس ساينس في النص، ماشي. في النص هلاقي الكافيرنس ساينس، ماشي. طيب اول حاجه الكاروتيد سيستم، هناخد كل ارتري بالتفصيل كده وناخده واحده واحده. طيب الكاروتيد سيستم، الانترنال كاروتيد بيدخل الكرينال كافيتي عن طريق الكاروتيد فورامينا، تمام. بعد كده كاروتيد كانال، بعد كده يروح على الكابرنا ساينس، ماشي، لاترال تو اوبتيك كازما كلها بحرف السي، بيخش عن طريق الكاروتيد فورامينا فاتحه، تمام، بيمشي في كاروتيد كانال، بعد كده يخش حاجه اسمها كابرنا ساينس، بعد كده يطلع لاترال تو اوبتيك كازما، ماشي. ويديني ثلاثه سمول برانش، اوبستالميك وانتير كورويدال والبوستير كوميونيكيتي اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، وبيديني بيتفرع على التيرمينال برانش هما الميدل سيربرال والانتيريور سيربرال. نبص كده، اه كان هنا
كان هنا الاوبسالميك، كان هنا في اوبسالميك ماشي، اوبسالميك، وفي هنا بيتفرع عليه انتيرو كورويدال، وبيتفرع عليه الانتيرو سيربرال وميدل سيربرال، وبيديني كمان بوستيريو كونكتيفين ماشي، التو تيرم برانش انتيرو وميدل سيربرال ماشي. طيب ده شكل الكاروتيد وهو داخل، الكاروتيد بيدخل عن طريق الكاروتيد كانال، بيخش عن طريق الكاروتيد فرامينا، بيخش الكاروتيد كانال، بعد كده يروح على الكافرنا ساينس، بعد كده اتفرع البرانشات بتاعته، ادي انتيرو سيربرال وادي ميدل سيربرال وادي بوستيريو سيربرال ماشي، وادي الاوبسالمي. طيب الانترنال كاروتيد لما يتقفل، الانترنال كاروتيد لما يتقفل الموست كومن اثيروسكلروزس، الاثيروسكلروز دي عباره عن ايه؟ ادي مثلا ده كاروتيد الاندوثيليوم بتاعه، في تحته هنا صف اندوثيليوم، صف اندوثيليوم يترص فيه ماده كده شبه عباره عن دهون، اثيرومات سبليك، اثيرومات ايه بلوك، اثيرومات سبليك تترص تحت صف تحت الاندوثيليوم وتعمل ايه؟ اثيروسكلروزس، فبتضيق الارض، تعمل نارون لليومن، تعمل ايه؟ نارون لليومن، اليومن ضيق ماشي؟ طيب الايج بتاعها غالبا بتحصل في الاولد ايج، في الرجاله ماشي؟ طيب الكلينيكال بيكشر ريكارنت تي اي اي وستروك، كلمه تي اي اي يعني انا قفلت بس ايه مش كومبليت اوكلوجن، يعني الارتري ضيق، فبيحصل اسكيميا، بيحصل اسكيميا ستروك، يعني انا قفلت الارتري خالص، قفلته خالص. كان فيها على مستوى الكارديو فاسكولار كنا بنقول انجينا، انجينا وام ار، الانجينا كان الارتري بيتقفل حاجه بسيطه تمام، بس بيحصل بين، بيحصل ايه بين. طيب الستروك، الستروك ده انا قفلت الارتري خالص، اسمها الام اي هناك في السي بي اس كنا بنقول بيقفل ايه، بيقفل الارتري خالص، فبيحصل نكروزس. طيب هنا التي اي اي بتستمر حاجه بسيطه، ممكن مثلا 24 ساعه 48 ساعه والارض يفك تاني ويفتح تاني ويحصل ايه، النيورولوجيكال مانيفستيشن تختفي تمام. الاستروك بيكمل بيرمننت نيرف دامج، بيرمننت ايه نيرف دامج. طيب التي اي اي، التي اي يحصل ايه، بيحصل هيليك كونفالجن، بيضرب الاوبسالميك، ما هو ده بيدي اوبسالميك ارتري، والاوبسالميك ده بيغذي مين؟ العين، انا بضرب الاوبسالميك فبيعمل ايه؟ بلايندنس، ابسي لاترال بلايندنس. طيب بيعمل ايه؟ بيضرب الاريا رقم اربعه، اريا رقم اربعه المسؤول عن الموتور الفولنتري موفمنت تمام. طب بيضربها يعمل ايه؟ هيمي باريسز كونترا لاترال، عشان الناحيه الثانيه احنا قلنا الفص اليمين، الفص اليمين بيسبلاي الناحيه الشمال والعكس. طب هيمي هيدروسيز عشان بيضرب اريا 3 1 2 برايتال لوب، لان اصلا انترنال كاروتيد هيدي بعد كده انتيريور وميدل سيريبرال، وهنعرف ان الانتيريور وميدل سيريبرال بيسبلاي الفرنتال والبارتال لوب تمام. طيب الترانزيت، ترانزيت افيزيا، افيزيا ليه؟ بيضرب الدومينانت هيمسفير، احنا قلنا الدومينانت هيمسفير فيها 44 اريا 44 واريا 45 تمام، مسؤوله عن الفورميوليشن بتاع السبيتش، لما تتضرب تعمل ايه؟ تعمل فيربال افيزيا وتعمل اجرافيا ماشي. طيب الستروك يعني انا عملت كومبليت كاروتيد اوكلوجن، قفلت الارتي خالص، فيحصل بيرمننت، بيرمننت نيرف دامج، فيحصل ابسي لاترال بلايندنس، ولكن هي مش ترانزيت، كومبليت بلايندنس، بيحصل كونترا لاترال مش ترانزيت، يبقى ترانزيت دي انا شلت كلمه ترانزيت خالص، كونترا لاترال هيمي بليجيا، هيمي بليجيا هناك كان باريس، هنا باريس يعني ايه ضعف، اما هنا بليجيا يعني شلل. هيمي هايبوثيزيا هنا ضارب ضارب الايه؟ ضارب الفرنتال رقم اربعه، وهنا ضارب الفرايتال اي 3 1 2. الافيزيا ده بيضرب 44 45 في الدومينانت هيمسفير. الكونتر لاترال هرمون المسيلينوبيا يبقى ضرب اوكسيبيتال لوب، الاوكسيبيتال لوب فيها اريا 17 و18 و19، فبتعمل كونتر لاترال هرمون المسيلينوبيا والماكيولار سبيرنج ويز او ذات ماكيولار سبيرنج. طب البريتيبرو بازيلر سيستم، انا برتبر ارتري بيبقى جاي منين؟ بيبقى جاي بيمشي التو برتبر الارتري بالشكل ده، ادي واحد وادي اثنين، بيمشي ادي واحد، ادي واحد قصدي ادي واحد واثنين تمام، بيمشي في السباينال فرامينا، يخرج لحد ما يخش الكرينيال كافيتي تمام، يعمل ايه؟ بيتحلوا مع بعض ويديني البازيلر ارتري، البازيلر ارتري وهو ماشي كده بيتفرع يديني بونتاين برانش، يديني ميدالري برانش. طيب الفيرتبرال بيديني هم عندي انتيريو سيربرال ارتري والبوستيريو سيربرال ارتري عشان يغذي، عشان سباينال ارتري عشان يغذي مين؟ السباينال كورد تمام، الانتيريو سباينال والبوستيريو سباينال ارتري ماشي. طيب يبقى اذا كده الفيرتبرال ارتري، الفيرتبرال ارتري هو ناتج من اتحاد الفيرتبرال، الفيرتبرال ارتري بيبقى ماشي في السباينال، الفيرتبرال فورمنا، الفيرتبرال فورمنا بيخش جنجيفيت عن طريق الفورمال ماجنم تمام، لحد ما يوصل للمظله ويتحدوا مع بعض ويديني البازلر ارتري، وهو ماشي البازلر ارتري بيديني الباراميديوم برانش للبونز والمظله برونكيتا، وبيدي البوستيريو سيربرال لما يطلع فوق تمام. البوستيريو سيربرال ده بيسبلاي مين؟ البوستيريو تو تيبس اوف سيربرال هيمسفير، هناخده بعد كده كمان شويه. البوستيريو سيربرال بيديني برانشات اسمها البوستيريو كوميونيكيتنج، ده اللي بيكون الستريك اوبيس، وبيدي كابسولار برانش وبيدي كورتيكال برانش تمام. الكابسولار بنسميه سلامو جينيكلي ارتري كابسولار، يعني رايح للانترنال كابسول تمام، كورتيكال يعني رايح للسيربرال كورتكس ماشي. الفيرتبرو بازلر سيستم بيدي بعد كده كمان السباينال ارتري الانتيريور والبوستيريور، بعد كده بيدي السيربيلر ارتري السوبيريور والميدل والانتيريور ماشي.
الفيرتبرو ماسكولار سيستم لما يتقفل يحصل اوكلوجن، يا اما يكون تي اي اي ترانزيانت، يا اما يكون كومبليت اوكلوجن ستروك. التي اي اي تعمل سينكول، بيقل الدم بيقل للمخ، وكمان بيقل الدم للريتيكولار فورميشن، بيحصل ايه؟ سينكول. ديبلوبيا، ديبلوبيا بيبقى ضارب غالبا ايه؟ ضارب ضارب ايه؟ الكرين نيرف اللي في السبلاي اكسترا اوبتا ماسل 3 4 و6. طيب لانه بيضرب البرين ستيم، بيضرب البرين ستيم، وبرين ستيم موجود فيه 3 4 و6، بيضرب كام؟ بيحصل اوبتالموجيشيا، بيضرب الاكسترنال يعني اوبتا ماسل والانترنال اوبتا ماسل. طيب بيضرب الكرين رقم 8 فبيعمل فيرتيجو وتينيتس، بيضرب 9 و10 و11 فبيعمل بالبر سيمتوم، بيعمل ايه؟ بالبر سيمتوم اللي هو بلاتو فارينجي ولا رينجي باراليسيس، ديسفيجيا مش عارف يمنع، ديس ارثيا بيتهته، او في ارتكيل من المسكيرت ارتكيلشن بتاع السبيتش، نيزل ريجيتيشن يجي يشرب الميه تنزل من مناخيره، هورسنس اوف فويس او نيزل تون صوته بيتنف، هيمي باريسيس ضارب اريا ضارب اريا رقم 4 تمام، هيمي اناسيزيا ضارب اريا 3 1 2 او باراسيزيا ماشي. طب التاكسيا بيضرب السربلا، بيضرب مين؟ السربلا ماشي. طيب الستروك كوما، يخش الكوما، كومبليت كوادريبليجيا شلل رباعي، ودي سيربريت ريجيريتي، بلبر باراليسيس برضه 9 و10 و11 مضروبين، بلاتو فرينجي ولارينجي باراليسيس، وهنقول الحاجات دي ديسفيجيا ديس ارثريا نيزل ريجيريتيشن هورسنس اوف فويس، هايبو فنتيليشن تعمل اكيوت ريسبيراتوري فيلير غالبا في دم. في حاجه اسمها الالترنا كبسول، الالترنا كبسول بتقع ما بين الكوديت والديوتامين والثالاموس. في عندك هنا في حاجه اسمها البيزل جانجليا، في عندي هنا دي عباره عن تجمعات، احنا قلنا البرين كان في بره في ماده رماديه اسمها جري ماتر وجوه وايت ماتر، الجري ماتر كان مجموعه من النيرف سيلز، النيرف سيل فيها ميسل جرانيول، بتدي هنا الماده دي اسمها ماده رماديه الجري ماتر، بتبقى اوتر ديستريبيوشن، بتبقى اوتر ديستريبيوشن، الانر بيبقى وايت فايبر، وايت ماتر عباره عن نيرف فايبرز، عباره عن تراك تمام كده. طيب في بعض النيرف سيلز بتبقى كوليكشن اوف نيرف سيلز او كوليكشن اوف نيوكلياي بيسميها البيزل جانجليا، كوليكشن اوف جراي ماتر موجوده في وسط او سكاترد في وسط مين؟ في وسط الوايت ماتر بنسميها البيزل جانجليا، زي مين؟ زي الكوليت والديوتامين والثالاموس. دي اسمها الكوليت ودي اسمها الثالاموس ودي اسمها الديوتامين. الفراغ اللي ما بينهم، الفراغ من الوايت ماتر، فراغ من التراكت اللي طالعه واللي نازله ما بين الكوليت والثالاموس على ناحيه، والناحيه الثانيه الديوتامين تمام، قال لك ان الفراغ اللي ما بينهم ده بنسميه الانترنال كبسول، الحته اللي ايه الشكل ده كده ده اسمه الانترنال كبسول. دي اسمها ايه؟ انترنال كبسول. الانترنال كبسول عباره عن انتيريور لين، عباره عن جينيو، عباره عن بوستيريور لين، يبقى انتيريور لين عباره عن جينيو، عباره عن بوستيريور لين تمام. دي تعتبر بوابه، بوابه ايه؟ في تراكت طالعه وتراكت نازله من الحته دي تمام، طالعه للمخ او نازله منه تمام. ده شكل الانترنال كبسول بالشكل ده كده، في عند الثالاموس والكوليت على ناحيه والناحيه الثانيه فيها الليمبي فورم تمام كده. طيب في هنا ده الانترنال كبسول، الانترنال كبسول قسمناه الجزء ده بنسميه الانتيريور ليمب تمام، لحد هنا كده الانتيريور ليمب، وده كده اسمه الجينيو، وده كده الباقي اسمه البوستيريور ليمب تمام. طيب احنا قلنا في عند في حاجه اسمها الميدل سيريبرال ارتري والانتيريور سيريبرال ارتري طالعين من الانترنال كاروتيد، وفي حاجه اسمها البوستيريور سيريبرال ارتري طالعين طالع من الفيرتبرو بازلر سيستم. طيب الميدل سيريبرال قال لك احنا هنقسم الانترنال كبسول مرتين، مره قسمناها انتيريور ليمب وجينيو وبوستيريور ليمب، ومره ثانيه هنقسمها لفنترال هاف ودورزال هاف، مره ثانيه هنقسمها لفنترال هاف ودورزال ايه هاف ماشي. الفنترال هاف، الفنترال هاف الفنترال الفنترال هاف بتاع الانترنال كبسول بتاخد سبلاي ازاي؟ بتاخد جزء منها الانترنال كبسول من الانتيريور سيريبرال ارتري، يبقى ده كده ده انتيريور الانتيريور هاف او الفنترال هاف، وده كده الدورزال هاف يعني نص قدام ونص ورا تمام. يبقى احنا كده احنا قسمناها انتيريور لينج وجيني وبوستيريور لينج، وهنقسمها تاني لانتيريور هاف او فنترال هاف بالشكل ده كده، والناحيه التانيه اسمها ايه؟ الدورزال هاف. الانتيريور هاف جزء منه بالانتيريور سيريبرال ارت اللي هو جزء من المظلل ده تمام، والباقي بالبوستيريور سيريبرال. طيب الدورزال هاف النص اللي ورا بياخد سبلاي من ميدل سيريبرال ارت، يعني كل ده بالميدل سيريبرال ارت ماشي. ده كده ايه الانترنال كبسول بلس سبلاي. الانترنال كبسول احنا قلنا عباره عن ايه؟ شويه فايبر طالعه وشويه فايبر نازله. طيب قال لك الانتيريور ليمب، الانتيريور ليمب بيبقى طالع في مين؟ حاجه اسمها الاسوشيتد فايبر ماشي. طيب البوستيريور ليمب طالع في مين؟ في عندك الاوبتيك راديشن، اوديتوري راديشن، والسنسوري فايبر اللي طالعه لاريا 3 1 2 ماشي. يبقى البوستيريور ليمب موجود في ايه؟ موجود في اوبتيك راديشن واوديتوري راديشن، وما طالع في كمان السنسوري فايبر اللي طالعه 3 1 2 ماشي. وكمان قال لك معظم البيراميدال تراك، والبيراميدال تراك هتنقسم مش هتنقسم نصين، هو هيتقسم ثلاث ارباع وربع،
معظم البيراميدال فايبر بتبقى نازله في البوستيريور ليمب والجينيو، تمام؟ وجزء بسيط منها بيبقى نازل من الانتيريور ليمب، يبقى كان كده البيراميدال تراك جزء كبير منها هيبقى نازل، يبقى نازل في البوستيريور ليمب والجينيو، الجزء الصغير منه يبقى نازل في الانتيريور ليمب. الجزء الصغير ده بتاع البرزنتيشن بتاع الفيس، بتاع الفيس والابر ليمب، تمام كده؟ ماشي. احنا قلنا هنقسم البلس الصغير بتاع الابدومينال كبسول دور ذا هاف والفنترال هاف. الدور ذا هاف واخد من ميدل سيريبرال ارتري. الميدل سيريبرال ارتري بيدين كابسولار برانش وكورتيكال برانش. كابسولار يعني بيجيب عن برانش الابدومينال كبسول، بنسميه ايه؟ الانتيكولو سترايت ارتري. الانتيكولو سترايت ارتري هو الكابسولار برانش او ميدل سيريبرال ارتري. طيب الفنترال هاف هياخد سبلاي منين؟ هياخد سبلاي جزء منه من الانتيريور سيريبرال، جزء منه من البوستيريور سيريبرال. الانتيريور سيريبرال البرانش بتاعه اسمه الهيومنال ارتري. طيب البوستيريور سيريبرال البرانش بتاعه اسمه الثالامو جينيكويد ارتري. طيب الميدل سيريبرال ارتري، اول حاجه الميدل سيريبرال ارتري ده كان برانش منين؟ من الانترنال كاروتيد، من ضمن الترمينيشن بتاعت الانترنال كاروتيد. بيسبلاي مين؟ بيسبلاي اللاترال سيرفيس بتاع الانتيريور تلات افيكس اوف سيريبرال هيمسفير. بيسبلاي مين؟ ده كده اللاترال سيرفيس بتاع الانتيريور ثلاثة فيكس اوف سيريبرال هيمسفير بالشكل ده. والناحيه الثانيه الناحيه ميديال ده كده ايه؟ الجزء بتاع الانتيريور سيريبرال. ماشي. والناحيه الانفيريور ده جزء الانتيريور سيريبرال. ماشي. بيدي كابسول برانش و كابسول برانش وكورتيكال برانش. الكابسول برانش اللي اسمه الانتيكولار سترايت ده بيسبلاي الدور ذا هاف بتاع الانترنال كابسول، بيسبلاي الدور ذا هاف بتاع الانترنال كابسول. بما ان هو سبلاي دور ذا هاف فكل الفايبر هتعدي في دور ذا هاف، لان احنا كنا بنقسم، لو نرجع كده كنا بنقسم هنا ده انتيرو ليمب وجينيو وبوستيرو ليمب، قسمناها نصين، نص قدام ونص ورا. النص اللي ورا اسمه الدور ذا ده هيعدي في كل فايبر، معدي في كل فايبر، فبالتالي الميدل سيريبرال لو اتضرب هيضرب كل الفايبر دي، تمام؟ هيضرب كل الفايبر دي. ماشي. يبقى لو اتضرب الميدل سيريبرال ارتري او الكابسول برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري هيضرب البرزنتيشن، احنا قلنا البيراميدال تراك الجزء بتاع الفيس والابر لينك يبقى معدي في الحته دي، هيحصل ايه؟ هيحصل كونترا لاترال هيموفليجيا افكت الابر لينك والور لينك، لان البيراميدال تراك معديه في المطاري. طيب هيحصل كونترا لاترال ابر موتور نيرون ليشن على مستوى الفيس والهايبوجلوسيا، هايبوجلوسيا نيرف. ليه؟ لان احنا قلنا الفيشيال نيوكليس قسمناها جزئين، جزء اول جزء فوق وجزء تحت. اللور بارت اوف نيوكليس بتاع الفيشيال بتبقى واخده كونترا لاترال بس، الابر بارت واخده كونترا لاترال وابسي لاترال، يعني واخده من ناحيتين. لو انا ضربت ناحيه قشطه الناحيه الثانيه شغاله، اما اللور بارت اوف نيوكليس واخده من الناحيه الثانيه بس كونترا لاترال، فبالتالي اللور بارت اوف فيشال نيوكليس هتضرب، فبالتالي يبقى ابر موتور نور من ابر موتور نيرون ليشن واخد نص الفيس، واخد نص الفيس. طيب الهايبوجلوسا نيوكلياي بتاخد من الكونترا لاترال بس، طب لو ضربت هيحصل ايه؟ انفيشن للبانج. ماشي. طيب كونترا لاترال ايمي هايبوثيزيا يبقى ضارب السنسيشن، احنا قلنا السنسوري فايبر بيبقى طالعه في الحته دي، طالعه في الدور ذا هاف، تمام؟ فهيضرب ايريا، هيضرب السنسور فايبر طالعه 3 1 2، هيحصل كونتر لاترال هيمي هايبوثيسيس، ويحصل كونتر لاترال هيمي انوبيا، لان الاوبتيك راديشن عندي في الحته دي. طب نو كوما نو كونفرجن نو افيزيا، لانه ده ايه؟ الكابسول برانش. ماشي. ما يحصل ولا يحصل افيزيا ولا يحصل كونفرجن ولا يحصل ايه؟ كوما. ده شكل الانتيريو سيربر، الانتيريو سيربر باللون الاصفر، ده انتيريو سيربر باللون الاصفر، تمام؟ طيب الكورتيكال برانش بيسبلاي مين؟ هنقول الحته اللي بيعملها سبلاي، ولما تضرب بيحصل ايه؟ على مستوى الفرنتال اريا، على مستوى الفرنتال اريا بيسبلاي اريا رقم اربعه الخاصه بالفيس والابر لين، الخاصه بالفيس والابر لين، فلما تضرب تعمل كونتر لاترال مونوبليجيا يعني الشلل في منطقه واحده بس على مستوى الفيس وعلى مستوى الابر لين، فبنسميها فيشوبريكيال، كونتر لاترال فيشوبريكيال مونوبليجيا. طيب ضرب 44 تعمل موتور افيسيال، ضرب 45 تعمل اجرافيا لو في الدومينت سيول، البرايتال هيضرب السنسيشن بتاع الابر ليمب، هتعمل ايه؟ الابر ليمب هيعمل ايه؟ كونتر كورتيكال سنس رولز في الابر ليمب، هيضرب 39 انجولار جايوس هيعمل اليكسيا، يعمل ايه؟ اليكسيا. ماشي. طيب السوبرا مر قلنا الكلام ده كله في اسمها ايه؟ السبيشيز اوردر، وقلنا في الاريا بتاع السيربر كورتكس. السوبرا مارجنال جايوس هيضربها 37 هتعمل ايه؟ ابراكسيا. لو ضرب الاوبتيك راديشن الابر فايبر، احنا قلنا اوبتيك راديشن الابر فايبر بتعدي فيه البرايت اريا او برايت اللوب، لما تضرب تعمل ايه؟ تعمل لور كوادرنتك كونترا لترال هومونوس هيمي انوبيا، يبقى بالشكل ده كده. هو ضارب اوبتيك تراك او اوبتيك راديشن، تمام؟ ادي نيزل وادي تيمبورال، ادي نيزل وادي تيمبورال، تمام؟ هيبقى ضارب حته نيزل وحته ايه؟ تيمبورال.
بس بما ان هو ضرب ابر فايبر هيضرب لور كوادرينتنج كونترا لاترال هرمون ماسيلين اوبيا. طيب التيمورال برانش بيضرب اوديتوري راديشن فيعمل اوديتوري اجنوزيا، سامع بس مش فاهم. بيضرب لور فايبر بتاع الاوبتيك راديشن فيعمل ايه؟ ابر كوادرينتنج كونترا لاترال هرمون ماسيلين اوبيا، ادينيزال ادي تيمورال ادينيزال ادي تيمورال، هيضرب بالشكل ده كده ابر كوادرينتنج كونترا لاترال هرمون ماسيلين اوبيا. ماشي، ماليش دعوه بالاوكسيديتور. المين ارتري اوف ليوش، لو ضربت الارتري كله هيحصل كوما وكونفالجن، كوما وكونفالجن ماشي، هيحصل كونتر لاترال هيميبليجيا لانه ضارب برامل تراكت، كونتر لاترال هيمي هايبوثيزيا ضارب السنسري سنسري فايبر، كونتر لاترال هوموني هيمي انوبيا ضارب اوبتيك راديشن. طب افيزيا موتور افيزيا وابرافيا واليكسيا واوديتوري ادنوزيا وابراكسيا، تمام، ضارب كل الاريا اللي موجوده في الاتموسفير ماشي، 44 45 و37 39 و22 كلهم. الانتيريو سيربرال، الانتيريو سيربرال ده كان من ضمن التمنيشن بتاع الانترنا كاروتيد، تمام، بيدي سبلاي للميديا اسبكت بتاع الانتيريو 3 فيبس اوف سيربرال هيمسفير ماشي، بيدي سبلاي، بيدي كابسول برانش ويدي كورتيكال برانش. الكابسول برانش بنسميها يوبلر ارتري، بيدي سبلاي لمين؟ لجزء من جزء من الانتيريو ليم، جزء من الانتيريو ليم بتاع الانترنا كابسول. ادي الانترنا كابسول، ادي الانترنا كابسول، كان في جزء الدورزا ده مالناش دعوه بيه، ده بتاع الميدل. طب الانتيريو سيربرال جزء منه، جزء من الانتيريور ليمب، الفنترال هاف بتاع الانتيريور ليمب بياخد من الانتيريور سيربرال بالشكل ده. هو الجزء اللي كان معدي فيه، الجزء اللي كان معدي فيه الاسوشيتد فايبر مالناش دعوه بيها دلوقتي، وكان معدي فيها جزء من البيراميدال تراكت. هو مين الجزء البيراميدال تراكت؟ الجزء الخاص بالفيس والابر ليمب، بيبقى نازل في حته الجزء الخاص بالفيس والابر ليمب، فلما اضربهم اعمل شلل على مستوى الفيس والابر ليمب، تمام؟ فلما اضرب الكابسول برانش هيعمل كونترا لاترال فيشيوبريكيال مونوبليجيا، كونتر لاتر على الناحيه الثانيه فيس وابر لينج، يبقى في شبريكه مونوبليجي عشان الشل في منطقه واحده، بروكزيمال اكتر من ديستال، بروكزيمال اكتر من ديستال. طيب ده شكل الانتير الانتيرو سيربرال، الانتيرو سيربرال ماشي، الانتيرو سيربرال باللون الاصفر، الانتيرو سيربرال باللون الاصفر معلش انا غلطت، الميدل سيربرال اللي احنا قلناه من شويه كان باللون الاحمر، تمام، لكن انا الميدل سيربرال اما ده الانتيرو سيربرال. الجزء ده بس عايز تخيل، لو فهمنا الرسومات خلاص. طيب الكورتيكال برانش، الكورتيكال برانش ماشي، هنقول الاريا اللي بيعملها سبلاي، ولو اتضربت تحصل ايه؟ بيسبلاي في فرونتال اريا، فرونتال لوب بيسبلاي بري فرونتال اريا، اريا 7 و8 و9 تمام، مسؤول عن المنتاليتي، مسؤول عن البرسوناليتي، الانتليجنس، البيهيفير، مسؤول عن الانهبيشن او سبريشن للبريمت اوف ريفلكس. فلما تتضرب الاريا دي يحصل منتاليتي تشينج، بيرسوناليتي تشينج، اجريسيف بيهيفير، ديمنشيا، مادنس، مانيا. طيب البريمت اوف ريفلكس زي الجراسب والمور والحاجات دي كان بيحصل لها انهبيشن، ليه؟ عشان السيريبرال كورتكس بيحصل لها ماتيوريشن وتبعت انهبيتوري امبلس للريفلكس دي وتوقفها. انا ضربت السيريبرال كورتكس بتاع الفرونتال لوب، بتاع الفرونتال لوب فيحصل ايه؟ ري ابيرنس اوف بريمت اوف ريفلكس زي الجراسب ريفلكس. لو انا حطيت حاجه مثلا في صوره في ايدي الاقيه في ايد الراجل ده الاقيه بيطبق ايده، يعني مثلا حطيت قلم في ايده الاقيه بيمسك القلم زي العيل الصغير لما احط حاجه في ايده يمسكها. طيب البارا سنترال برانش ده بيعمل سبلاي، بيعمل سبلاي لمين؟ بيدي سبلاي للموتور اريا، اريا رقم 4 الخاصه بالبرزنتيشن بلور لينك. فلما تضرب تعمل كونتر لاترال مونوبليجيا في اللور لينك. طيب بيدي كمان سبلاي اريا 3 1 2 الخاصه بالبرزنتيشن بتاع اللور لينك. فلما تضرب تعمل ايه؟ كورتيكال سنسوري لوس على مستوى اللور لينك. بيدي كمان البارا سنترال فيول الخاصه بالديورين والستول، تمام؟ فلما تضرب تعمل ايه؟ كونتنس ديورين والستول لو باي لاتراليشن. طيب الكالوزا برانش، الكالوزا برانش بيضرب الكورباس كالوزا اللي كان بيربط ما بين التو سيربر والهيمسفير فتعمل ابراكسيا، تعمل ايه؟ ابراكسيا. طيب المين ارتري اوكلوجن، المين ارتري اوكلوجن هيعمل كونتر لاترال هيميبليجيا افكت اللور لمب اكتر، افكت اللور لمب اكتر لانه بيضرب بيحب يضرب الحته على الميديال سيرفس. احنا قلنا في الايريا رقم 4 البيدرو بيسنتر ريبريزنتد اب سايد داون، المنطقه الخاصه باللور لمب بريزنتيشن موجوده على الميديال سيرفس بتاع السيريبر هيمسفير، هو بيضرب الحته دي تمام، بيضرب له بار سنتر فيود وبيضرب الحته الخاصه بالبريزنتيشن بتاع اللور لمب ماشي. طب بيضرب كمان الكورتيكال سنس بولس الخاصه باللور لمب ماشي، المنتاليتي والبرسوناليتي هتتغير تمام، وكمان بريمتد جراس بريفكس ريزيستنت. طب ان كونترنس فيديول عشان ضارب بار سنتر فيود بيعمل ابراكسي. البوستيريو سيربرال ارتري لكن جاي من الفيرتيبرو بازلر سيستم، كان دو كابسول برانش بيصلي انترنال كابسول ولو كورتيكال برانش. الكابسول برانش بيبقى اسمه ثلامو جينيكولي ارتري، تمام، كان ادي انترنال كابسول ده كان الدور ذا هاف مانيش دعوه بيه، تمام، الفنترال هاف، الفنترال هاف
قال لك البوستيريو سيربرال بالشكل ده كده، يبقى واخد البوستير بياخد البنترال هاف والبوستيريو لمب اوف انترنال كابسول، وياخد البنترال هاف وبجينيو اوف انترنال كابسول، تمام، وياخد حته من البنترال هاف اوف انتيريور لمب اوف انترنال كابسول، كل ده كده البوستيريو سيربرال. كان عندي في ايه؟ عندي في البيراميدال تراكت الخاصه بيه من اول ايه؟ من اول الترنك الابدومين اللور لمب، تمام، البيراميدال فايبر بتاع الترنك والابدومين واللور لمب، تمام، وفي طالع فيه سنسوري، كل السنسوري بتاع الجسم كله طالع فيه اوبتيك راديشن، طالع فيه اوديتوري راديشن، ماشي؟ طيب فلما ينضرب يعمل حاجه اسمها الثلاميك سندروم، لما ينضرب البرانش ده يعمل الثلاميك سندروم، ثلاميك بين بيرنينج بين كونتر لاترال ريفلكس ديستروفي في منطقه الشولدر، تمام، سكندري تو بين، سكندري تو بين. طب كونتر لاترال هيمي اناستيزيا لانه ضارب السنسوري فايبر، بيضرب كمان الاكسترا بيراميدال، بيضرب البيزال جانجليا، تمام، بيضرب البيزال جانجليا، بيعمل حاجه اسمها الكوريو اتيتوزس والهيميباليزموس، تمام، نتيجه الاسكيميا على مستوى البيزال جانجليا، على مستوى البيزال جانجليا، ماشي، لانه ضارب، ضارب مين؟ ضارب الصف ثرموس، ضارب الصف ثرموس. بيحصل كمان لور لمب مونوبليجيا لانه ضارب البيراميدال تراكت الخاصه بدور لمب، ماشي. الكورتيكال برانش، الكورتيكال برانش من السبلاي والبوستيريور تو فيفث سيريبرال هيمسفير، اللي هو عباره عن ايه؟ غالب اوكسيبيتال لوب وحته من التمبرال، اوكسيبيتال اللوب وحته من التمبرال. فلما يضرب، لما يضرب يعمل كونترا لاترال هرموني مسكين انوبيوم ويز بريزيرفد ماكولا ويز بريزيرفد وايت كورتكس. الماكولا عشان بتبقى واخده جوه البلاصه واخده من تو ارتري، فلما اضرب الارتري ده هي تاخد الارتري تاني، فمش هتضرب، هيبقى بالشكل ده كده. لو انا عندي ادي نيزل وادي تمبرال، ادي نيزل وادي تمبرال، ماشي، يبقى ضارب بالشكل ده، ادي حته نيزل وحته تمبرال، بس في حاجه اسمها ماكيولار سبين، الفتحه اللي في النص دي التيوبولار فيلد، الحته اللي في النص دي المسؤول عنها السنتر اوف ريتنا اللي بنسميه الماكيولا، الماكيولا، والسنتر بتاعها بنسميه فوبيا سنتراليس، ماشي. لو يعني كمان بيقدر كمان الاريا 18 و19 هيعمل فيجوال اجنوزيا، لو ضارب في الدومينت هيمسفير هيعمل ايه؟ يبقى شايف الكلام بس مش فاهمه، يبقى شايف بس مش فاهم. طيب المين ارتري اوكلوجن يعمل ثلاميك سندروم وهنشرحهم تاني، كونتر لاترال هوني مثلا اوبيا وبريزيرف لايت ريفلكس وبريزيرف الماك ده، تمام، والفيجوال اجنوزي، والفيجوال اجنوزي ده البوستيريو سيربرال بيسبلاي الجزء ده، ده اوكسيبيتال، تمام كده، وبيسبلاي الجزء ده، ادي اوكسيبيتال وجزء من التمبرال، تمام، وادي لك ده ايه؟ الباب، تمام، انا حتى البوستيريو سيربرال باللون الازرق، ماشي. في حاجه اسمها بوستيريور انفيريور سيريبيلر ارتري او بنسميه البايكا، تمام، او اسمه اللاترال ميدالري سندروم، او اسمه الويلنبرج، الويلنبرج سندروم، كل دول هم واحد. قال لك بيصلي ايه؟ قال لك البوستيريور انفيريور سيريبيلر بيبقى ماشي على اللاترال اسبكت اوف مظله، ماشي، بيصلي الابر بارت، بيصلي الابر لاترال بارت اوف مظله، اللي ماشي في ايه؟ الابر لاترال بارت اوف مظله ماشي فيها الريتيكولار فورميشن، ده المسؤول عن اليقظه، بتاخد الاشارات من كل حته من الجسم، ومسؤول عن اليقظه بتاعه البرين، بتاعه الجسم، بتاعه الانسان، مسؤول عن الفيستيبيولار نيوكليوي، تمام، مسؤول عن الاكوليبريم، سيمباثيك فايبر بتاعه الاي فيز، كل حته، كل ده موجود في الحته دي، تمام، فيها نيوكليوي رقم 9 و10 و11 كيلو نيرف، تمام، في كمان سباينال نيوكليوس اوف تريجيمينال، المسؤول عن البين والتمبريشر بتاع الاوبزس بتاع السيم سايد اوف ذا فيز، فيها كمان سباينال لمنسكس اللي شايله البين والتمبريشر بتاع اوبزس سايد اوف ذا بودي، كان اصلها مين؟ اللاترال سباينال ثلاثة تراك اللي ماشيه في اللاترال كولن بتاع السباينال كورد، ماشي. لو انا ضربت اي حاجه من دي هيحصل بقى ايه؟ لو ضربت الريتيكولار فورميشن يبدا يغمى عليه، سنكول، تمام، يحصل له هيكب وفومتنج وفرتايجو وبين اوفر اوفر ذا فيس. طيب ضربت ضربت مين؟ هضرب السيرابيلا وهضرب الفيستيبيول، هضرب الفيستيبيلار نيكليوس، بيحصل سيرابيلار اتاكسيا، نستجموس، العين بتلعب، ديس ارثريا، تمام، ديس ارثريا نتيجه ما ضربت السيرابيلا، ماشي، وان كوردينيشن، ان كوردينيشن وديس اكوليبريم. طيب لو انا ضربت السيمباثيك فايبر بتاعت الاي والفيس هيحصل ايه؟ هورنال سندروم، توزس، مايوزس، انهيدروزس، اينوكسالموس، هيتيريكروميا ايريديا، وكونجنكتيفال كونجيشن، ولوس سباينو سيلري ريفلكس، تمام؟ طيب لو انا ضربت 9 و10 و11 استبلاي مين؟ البلات والفاركس واللاركس، فتعمل بلات وفرنج ولارنجيال باراليسيس اف سي لاترال، تمام؟ طيب يحصل ايه؟ كمان ال 11 اللي هو سباينال اكسسوري بيسبلاي الاسترنو ماستيريو والترابيزيس، بيحصل نيك ريتراكشن، تمام؟ طيب طب دي كده البلبر بولسي او البلبر سيمتوم، قال لك ايه؟ نزل نزل تون اوف نزل تون اوف فويس، هورسنس اوف فويس، ديس ارثريا، ديس فيشيا، تمام، ريجيشيتيشن اوف ذا فود، يعني لما يجي يشرب ميه بتطلع من مناخيره، تمام، يحصل ديس ارثريا،
ابسيلاترال لوس اوف بين وتمبريتشر سنسيشن اوف ذا فيس. احنا قلنا السباينال لوس كارجيما كانت بتشيل البين والتمبريتشر من ناحيه واحده على الفيس ابسيلاترال، الحته اللي هتضرب تمام هيبقى، فبالتالي البين والتمبريتشر بتاع الفيس على نفس الناحيه اللي بتضرب تمام. وكمان كان في حاله اسمها سباينال لمنسكس كانت بتشيل البين والتمبريتشر بتاع الاوبز سايد اوف ذا بودي، فيحصل ايه كونتراكت على الناحيه الثانيه لوس للبين والتمبريتشر اوفر ايه اوفر ذا بودي ماشي. ده بالشكل ده كده اهو الويلنبرج سندروم لاترنبرج سندروم او البايكا البوستيري انفيريور سندر ارتكوشن فيها 9 و10 و11 لما تضرب تعمل بالبا بوكس، فيها سباينال اكس كارجيمال لما تضرب تعمل ايه بوس بين تمبريتشر او ابس لاترال على الفيس، لما فيها السمساري فايبر بتاعت مين الاي الاي والفيس بتاع الهرمون سندروم، فيها اللاترال لمنسكس بتاعت مين بتاعت البين تمبريتشر اوفر على الناحيه الثانيه بتاع الجسم، فيها ريتيكولار فورميشن فيها ديستربنس في الاي ماشي. في حاجه اسمها السوبيريور سيريبيلر ارتري اوكلوجن تمام. لو انا ضربت السوبيريور سيريبيلر ارتري هيحصل ايه؟ يحصل اتاكسيا ابسي لاترال، اتاكسيا ابسي لاترال هورن سندروم ابسي لاترال ديفنس كونترا لاترال هيمي هايبوثيسيس. طيب لو انا ضربت الميدل سيريبرال الميدل سيريبيلر او الاسم الثاني بتاعه الانتيريور انتيريور سيريبيلر لو انا قفلته هيحصل ابسي لاترال سيريبيلر اتاكسيا ابسي لاترال هورن سندروم ابسي لاترال ديفنس ابسي لاترال 65 على الكرينيال نيرف وكونترا لاترال هيمي هايبوثيسيس.